صحيح حجر لكن له زبون وله كمان سعر وقيمة. أحجار عشان غالية ونادرة الناس تقول عنها كريم، وعم أكرم في الورشة دي صنعته اللي بقالها زمان، عقيق زمرد ويماني، لولي وزبرجد أو مرجان. أحجار تشد العين ليها، ملهاش مثيل من حلاوتها، وكل ما بتقدم تغلى وتزيد مع الوقت قيمتها. عم أكرم عبد الحميد. نعم. إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم يا عم. الله أكرم. عم أكرم، أنت أشهر صنايعي بتاع فرعوني وأحجار كريمة. أنا مش عارفة ده يعني إيه يا عم؟ يعني إيه فرعوني؟ فرعوني دي كان الشغل الذهب الفرعوني. كنا بنصنعه على أساس اللي هو يبقى الكوبي بتاع اللي في المتحف. كوبيات اللي في المتحف. كوبيات في المتحف، بس أنا بعمل التصميم بتاع الحجر اللي بيركب في الفرعون. الحجر الكريم اللي راكب جوه الفرعون. جوه الفرعون. يعني مثلا قناع توت عنخ آمون. نعمل له كل الحجارة اللي فيه. أنت بقى بتشتغل مع الصنايعي بتاع النحاس أو بتاع الذهب. بنكمل بعض. اللي بيعمل لك بقى الفريم اللي هتخش فيه الحاجات دي. اللي بيعمل فريم. بيخلصه وبنقعد مع بعض إحنا نعمل الديزاين بتاع اللي موجود جوه المسك. يعني الدقن دي لازم تتعمل بتفاصيلها، الكوبرا اللي فيها اللي هي طالعه من فوق. العين دي بيتجاب عاج ويتفتح فيه بنين معين مش اي حد يعرف منه. ايه اللي حبيبك اصلا في الفرعون؟ انت منين اصلا؟ انت من نفس المنطقه دي. احنا فين هنا؟ هنا دي منطقه اسمها الصلاحيه. دي كانت منطقه سكنيه عاديه، ما كانش في سوق اصلا احجار كريمه. ابتدت سنة ده يفتح محل. بس انتوا مجاورين يعني الشارع الموازي لخان الخليل، يعني خان الخليل وكام حارة. احنا امتداد اخر خان خليل، لكن هي ما كانش فيه زمان حاجة اسمها سوق احجار كريمة، كانت ورش بس، ورش وناس بتبيع. النهاردة بقى فيه كذا حد احجار كريمة وكتير، وابتدوا يسافروا يجيبوا بضاعة من بره ويجيبوا كده. ده بقى اللي هو شغل التكنولوجيا اللي طالع جديد اللي هو شغل المكن، بس احجار كريمة. لكن انت بقالك كام سنه في الحته دي؟ انا اتولدت، انا عندي 57 سنه مولود هنا. والدك كان برضو احجار كريمه؟ انا اتعلمت منه. اتعلمت من بابا. كان المكن زمان بيدوي كده ويشتغل يلف المكنه بايد دي ويشتغل بايد دي. اول ورشه فتحتها كانت فين يا عم؟ كانت في عماره هنا صغيره كده، خدت ورشه صغيره على قد كده. مش مع باباك بقى؟ لا انفصلت. كنت بلاقي بشتغل سايق. سايخ؟ فصلنا، بعمل سناسل كردون وكده وحاجات كده. صنعة مختلفة خالص. صنعة. كنت عايز ابقى سايخ. مش زي حبيت. باباك، مش بتاع حجر. قلت اختلف. وبعد شوية كده حبيت ان انا لا انا ما مش دي صنعتي. مش لاقي نفسي فيها يعني. ابتديت اخش بقى في الاحجار وابتديت اطور بقى نفسي. دي بتتعمل ازاي؟ الحجر بيتعمل بومبيه ازاي؟ انا بعملها فلات بعدين تطلع من بومبيه. مرحوم والدك ما علمش عيال تانية انت بس ولا علم؟ لا علمني وانا علمت اسلام وعلمت اخواتي، ليا اخ تاني علمته. علمته بقى شاطر جدا يعني فعلا. بيعمل شغل برضو على فضه، بيعمل شغل كده و في يعني التلميذ بيسبق استاذه. انت حاسس ان اسلام احسن منك في 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 حاجات وحاجات؟ في حاجات غاوي حاجه. فانت فتحت الدكانه دي. بعت بيها ايه يا عم؟ عملت الاول فيها الاحجار وبعدين ابتديت رحت جاي هنا تاني، سبت بقى دي عايز اوسع فجيت هنا. ابتديت بقى جبت صناعيه وانا لسه صغير، كم صناعي. ابتديت نطور، ابتديت اعمل بقى الشغل الفرعوني الذهب. ناس محلات الذهب تبعت لي الشغل وانا اركبه. كان الاول بتعمل فيلات كده مسح، ما كانش عاجبني. ابتديت اطور بقى، اطلع الحجر اعلي شويه واعمله بومبي شويه لان في الوقت ده كان الزبون بتاع الفرعوني الزبون الايطالي. طلعينا ولا امريكان؟ لا الطلعينا والامريكان. الطلعينا كانوا بيحبوا قوي الشغل الفرعوني بتاعنا. بقول لك ايه يا عم اكرم، ينفع تاخدني تعرفني بقى هنا عند حتتك دي، تقول لي الحجر ده كذا وبيجي منين؟ الحجر ده كذا. عرفني كده بما اني مع خبير الاحجار الكريمه. تحت امرك. يلا تعالى.
دي بقى مجموعة الأحجار اللي أنت بتركبها يا عم أكرم، مش بتعمل بيها الفرعوني. لا لا، دي صح؟ دي اللي بتتعمل دي في منها خامات طبيعية كده على ده طبيعتها. إيه مثلا؟ ده حجر اسمه روز كوارتز خام، لازم ده الخام. ده خام بيجي نتقطع بنعمل منه فصوص، تبقى مثلا الفص كده أو لما يتلمع يبقى كده مثلا. يتلمع يبقى كده، ده خام لسه خام، يتقطع يتعمل منه بقى لعبة، تعمل منه فص، خاتم، تعمل منه علقة، حلق. طب وده ايه؟ ده مش شكلوش فروز. ده مش فروز. ده ايه؟ دي عجنة كده جاية من الصين. شبه الفروز. دي بتحط على حاجات أرخص يعني. أرخص في الحاجات دي. عم أكرم، الأحجار دي بقى تخش في خواتم، تخش في حاجة، ولا تتدقدق ويتعمل بيها الشغل الفرعوني ده؟ كاز الفروز بكسره وبعمل منه الديزاين ده. الديزاينز الفرعوني. ده كده. أما بقى اللي بحب أعمل منه فص بقطعه على مكنة. وبعمل الديزاين اللي هو يطلع منه فص اللي كده. هو اصلا مثلا اللي في ايدك ده اللي هو البامبا ده. ده اللي ايوه ده الروز كوارتز بيطلع روز نفس الحجر كده. الحاجات دي مستورده يا عم اكرم صح؟ كل ده كل بلد وليها تخصص حجر. الاحجار بتاعها يعني ده منين اللي في ايدك؟ يعني عندك اللي هو ده بيجي من البرازيل الاماتيست. والاخضر ده ايه؟ وبرده بيجي من جبال، بيجي من مناجم النحاس. مناجم النحاس. الملاكايت. ده ملاكايت. ده ملاكايت. اما بقى في الفيروز بيجي من عندنا من ارض الفيروز من سينا. بس ده ما شكلوش زي فيروزنا ده. لا لا لا، ده صناعي. ده صيني. حجر صناعي صيني. بيبقى شبيه للحجر على اساس بيبقى رخيص، بس يعني حط على الاكسسوار، حط على سبح حاجات عاديه، الفضه والحاجات دي كده. طيب. اما العقيق بيجي بقى فيه بيجي من جميع انحاء العالم. العقيق يجي من اليمن، اعلى عقيق في العالم العقيق اليمني. ايه اللي جنبك اللي عامل زي ورده ده؟ ده اسمه ورد الصحراء. يعني ايه؟ حجر بيطلع شكله كده؟ بيطلع كده رباني كده من الأرض. والميزان الصغير ده يا عم أكرم، أنت بقى بتبيع الحاجات دي بالجرام؟ بالجرام. يعني مثلا جرام الملاكايت ده ولا جرام ال يعني في حاجات بتبدأ من 5 جنيه 10 جنيه وأنت طالعة بقى. وأنت بقى تقعد بقى تشوف الحاجة بكام؟ نشوف الأحجار بسعرها. طب الشغل ده يا عم أكرم ده كله أجنبي صح؟ ده كله ده بيجي تصنيع، أيوه مش حاجات صيني، حاجات للمكن. مكنة. بس معمول في مصر هنا؟ معمول بره. طب انا عايز اسالك سؤال، انت راجل صناعي محترم جدا 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 وبتعمل حاجات في منتهى الروعه والجمال، ليه المكان بتاعك فيه الاكسسوارات دي اللي شكلها مش يدوي؟ ديكورات انا عاملها زي يعني ديكور بس نبيع الحيطه يعني تغيير، لكن هو كله التركيز على الحجر. الزبون بيحب ده اكتر ولا السوق اللي خلاك تحط الحاجات؟ والله هو السوق، حطينا تشكيله كده، لكن انا عشان ببقى المحل جوه وبطلع حاجات بره في الشارع، فما ينفعش احط حاجات غاليه جدا على الحيطان، فبحط حاجات تداري بس الحيطه. لكن مش ده المكسب. لكن أكيد لا لا لا، هو الشغل كله في الحجر وفي العموله وفي التصنيع الايد. ان انا اقدر اصنع الحاجه دي اللي ليها متعه وليها مكسب. مكسب ومتعه. طبعا. لكن ده عشان بس احنا فاتحين في الخان ناس بالزبط. تيجي طياره. ايوه كده بالظبط، هي كديكور بس كده، كان مش اساسي. طول عمر موجود الحاجه دي يا عم اكرم ولا السوق اللي خلاك؟ لا كل الحاجة. يوم في جديد. عايزه اتفرج بقى على ازاي الحاجات بقى اللي هي فيها تكنيك وفيها صنعه وكده. اخدك دلوقتي افرجك. يلا بينا. على بعد خطوتين من شارع المعز ومسجد الحسين هتلاقي لوحة قديمة منقوش عليها اسم حارة الصالحية، اللي استمدت اسمها من أول مدرسة لدراسة المذاهب الإسلامية الأربعة أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب. بمجرد دخولك الحارة هتلاقي دكاكين صغيرة وفترينات بتنادي على زبونها، وأسطوات إيديها تتلف في حرير بتلمع النحاس والذهب والفضة. على شمالك هيلفت انتباهك حارة قديمة اسمها باب الزهوم، واللي كان مخصص زمان لمطبخ القصر الشرقي الكبير اللي بناه جوهر الصقلي، والحارة موجود فيها حالياً الجزء المتبقي من المدرسة الصالحية. انت بقى بتعمل هنا ايه يا عم أكرم؟ ده بقى الشغل اللي انت مشهور بيه بقى اللي هو الفرعوني واللي هي اللي بي ده شغل الوانات. ده شغل الالوان. ده الوان بره الحجارة خالص. ده ايه بقى؟ ده يعني ده حزام مثلا. ده حزام، ده انا بحط مثلا عين حراس فيه كده، وبجيب احجار بكسرها بعملها ناعمه،
زي مثلا ده الازرق ده مثلا وبحط عليه ماده زي الامير ماده لاصقه يعني وفي الاخر بتطلع الشكل اللي احنا عايزينه عاملينه احمر عاملينه ازرق وازاي يعني ازاي ندلق مثلا اللون في حاجه زي كده مثلا دي انا بعمل لها زي الجدار كده بلزق بعليها بحيث ان الماده تنزل جوه ده تتلون الاول بعدين تنزل جوه فتنزل جوه بقدر اكشفها بعد ما تنشف ليها ماده معينه وقت معين نص ساعه قد ايه بقى نص ساعه نص ساعه نص ساعه ما بتنشف خالص بجيبها انا على المكنه عندي جوه تبقى عامله زي كده مثلا بالظبط يعني ده الوانات ده اللون اخضر ده اللون بتلون وبعدين بصنفر كده كده بالالوان العاديه اللي قدامنا دي الوان دي طب كدا. انت عندك زرار مثلا تقدر تعمل لنا حاجه ده فاضي ده النحاس الفاضي بقى ده النحاس كده والسيغ اللي يصبغ النحاس ده انت بقى تشتغل معي يعني انت تقول له مثلا الزبون طالب مني كذا انا بديله الديزاين الاول بالتخانات بكله بالمقاسات اللي انا عايزها عايزه سنتي ونص عايزه 2 سنتي فاديله نفس المقاسات بالعليوم بيعمل لي الديزاين بيجيبه انا بقدر الونه بقى لو انا عايز الونه مثلا الوان عاديه الوان ميه اللي هي مصلب وبلسترات بالوان رزن اللي بيسموه رزن طب بس الاحجار بقى بتاعتنا يعني ده مثلا شكله في حجر ازرق وفي احجار الاحجار دي انا بجيبها بكسرها يعني زي الصدف الابيض اللي هو معمول منه ده صدف بجيبه بكسره بطحنه بتخانه معينه عامل زي الرز كده وفي نفس الوقت بحط عليه ماده بيضة الماده البيضة دي بعد وقت معين بتنشف وبقدر اكشفها طب تقدر تلون لي حاجه اشوف كده يعني بتعمل يعني الزرار ده كده اشتغل باي خله كده يعني لو النجمه دي عايزينها حمراء مثلا بنعملها حمراء وبنعمل حواليها ازرق يا خبر يا عم اكرم يعني بتاخد وقت واحد واحد بقى زرار زرار استنى بقى ينشف الاول ينشف اللون ده عشان ما يجيش على ده ولما ينشف بقى نشفان بتاع ربنا يبقوا عاملين كده ينشفوا كده وبعدين يخشوا يتصنفروا يتحفوا بقى على المكنه اللي احنا شفناها يبقوا كده بقى كده الوان الفيروزي مع الاحمر يطلع نفس كده وممكن يطلع بومبي زي ده وبيطلع بومبي زي ده ازاي بقى تعمله كده انا بديله فريم كده لزق من بره عشان ما يسائلش عشان يديني نفس العلو والنحاس الداخلي يبقى اعلى من الفريم فيبقى الماده واخده البومبي ماكس وده مثلا دي توكه حزام عايزين نعملها بشكل معين عايزين الابيض عايزين من بره مثلا اسمر فنعمل الداخلي الاول اللي هو زي ده مثلا نعمل الداخلي لو انا عايز بقى ايه الصدف الصدف ده ابيض معروف كله ابيض عايز اخليه ازرق كم حد في السوق بيعملوا الحاجات دي والله ما فيش انا مش حاسه ان في حد بيعمل لا هي هتلاقيها بتبقى فكره وتجارب وانا عشان اوصل اللي انا فيه ده قعدت اجرب حاجات كتير انت مش شايف ان احنا عندنا صناعيه ممكن يعملوا حاجات متطوره عن احنا عندنا صناعيه من احسن صناعيه في العالم الصناعي المصري بس اديله امكانيات واديله حاجات وشغل هو يشتغل ويطلع من احسن حاجه في العالم صح؟ الصينيين فين؟ الصينيين مكن الصينيين بيعملوا مكن بيريحوا نفسهم يعملوا مكنه وخلاص بس احنا اغلى بكتير احنا كله يدوي كله بالايد انت شايف ان لما بني ادم يعني انت عم اكرم اللي احنا اتعرفنا عليك دلوقتي لما يقعد يعمل في كل الحتت دي ويدي من نفسه كده تزود قيمتها ولا لو في مكنه هتعمل القصه دي يبقى لا تزود قيمتها ده هاند ميد المكنه كمبيوتر وبتطلع من الناحيه الثانيه 100 حته و1000 حته دي قطعه واحده ما مش هتلاقي غيرها قطعه واحده تميز لعشاق التفرد عملت 10 ال10 هيطلعوا مختلفين طبعا لان بني ادم اللي عامل فيهم عيوب بس عيب بني ادم وهو اللي طالع فيه الشغل هاند ميد زي الراجل بتاع النحاس بيجيب الشاكوش ويفضل يدقدق لغايه ما يطلع الحاجه اللي هو عايزها احنا بنجيب حجاره طوب الحجاره دي عباره عن طوب بنقدر نقطعها وانا بتخيل دي شكلها ايه في الاخر بجيبها كده بمسكها انهي زاويه اللي تطلع منها الحجر الفص اللعبه تنفع لعبه تنفع فص تنفع تعليقه انت ساكن فين يا عم انا ساكن هنا ناحيه المولين وعندك ولاد مين انا عندي ولد وبنت عندي بنتي متجوزه وعندها بنتين
الحمد لله يعني قاعدين قريبين منكم دول قريبين مني والحمد لله، وعندي ولد معايا في نفس المجال. انا ولد قلت لي عليه الاول اسلام، ومعاك في نفس المجال. ومعايا في نفس المجال. مبسوط انه في نفس المجال ولا كان نفسك يتوظف يعمل؟ لا انا مبسوط انه في نفس المجال لان حابب المكان. ايه رايك في خان الخليلي؟ والله هو السوق بنقول زمان يمرض ما يموتش. يمرض مريض يعني؟ مريض ما يموتش. ما يموتش بالنسبه للعالم كله. بس في صيني كتير قوي قوي يا عم اكرم، في كل حته في صيني. هو النهارده بقى الواحد بيجيب السهل، مش عايز يشقى مش زي زمان. زمان الحته فيها شقه وتعب بيبقى ليها روح، انت ما تشوفيها بتقعد فيها تعب وشقه. النهارده لا، كله عايز جاهز، كله عايز اللي هو المعمول مكن. طب انت عايز سريع، حاجه سريعه تطلع سريع، كله سريع. لكن انت ما عندكش مشكله تقعد معلش في اللفظ تمقق عينك في الميت زرار دول؟ ليه يا متعه؟ اعرف انام. بتحب كده؟ اعرف انام عشان الحاجات الحلوه قوي اللي انت على طول مفرحنا بيها دي. انا عايزه افرحك برضه. انت جاهزه يا ساره؟ طب اديني بقى اللي نفرح بيه عم اكرم. ساره عملت لك بورتريه جميل. ايه الحلاوه دي؟ حلو؟ حلو. ميرسي يا تسلم. تسلمي. تفضل يا عم اكرم يا جميل. متشكرين. ميرسي يا عم اكرم. الناس انواع زي الاحجار، هتشوف منهم أشكال والوان، في حد تحس بإنه ياقوت، وفي حد تشوفه تقول مرجان، وفي ناس من أبسط خلق الله وقلوبهم صافية وعنية. دور من قلبك هتلاقي في الدنيا جواهر مخفية، أمك وأبوك، صاحبك وأخوك، افتح قلبك للي يحبوك، هتشوف القيمة الحقيقية.